قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تحدث في فلسطين. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوضح بوتين أن الجميع يعلم أن روسيا تدافع عن شعبها بالسلاح بأيديها، إلا أن ما يحدث في الشرق الأوسط وما يحدث في فلسطين بالطبع لا يمكن أن يمر دون اهتمام من جانب روسيا. كما أشار بوتين إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني، حيث تم إرسال حوالي 700 طن من البضائع من مختلف الأنواع، وتبذل قصارى جهدها أيضا لاستغلال كل فرصة لدعم الشعب الفلسطيني. بحق الشعب الفلسطيني، أنا أعرف أنكم مهتمون تماما بما يجري عندنا، ونحن دائما وأبدا في حالة التشاور، إن لم نتزاور فالتشاور